السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة كويسة، يا رب يسعدكم كلكم. انا النهاردة جاية افرجكم على الصالة بتاعت الشقة بتاعتي. الشقة دي انا واخدها لسه جديدة، بقالها سنة، فاحنا عملنا فيها فكرة جديدة. وسعنا فيها. الاول كان عندي سفرة في الحتة دي، اول ما جبنا الشقه كان عندي سفره حطاها في الحته دي ب6 كراسي، كانت واخده مكان كبير، كانت واخده يعني حوالي كده نص المنطقه دي. فاحنا فكرنا كانت العيله لما بتتلم عندي وكده، كانوا طبعا الركنه زي ما انتوا شايفين الركنه كبيره وكل حاجه، انما ما بتاخدش عدد كبير، وهم ما شاء الله كتير. ففكرنا ان احنا، انا عندي شقة تانية هناك في المعادي، فما خدت الشقة ديت كانت مدارس ولادي هناك في المعادي. فلما خدنا الشقة دي وعجبنا المكان، كنا بنروح هناك نقعد وقت المدارس، وهنا كنا بنقعد في فترة الاجازة. فما حبيتش ان انا اتصرف في العفش اللي هناك او اجيبه هنا، فجوزي راح فرش الشقة تاني من جديد. فخدنا هنا بقى في القاهرة الجديدة، المكان أفضل، لقينا المكان أفضل وأحسن وأوسع وبعيد عن الزحمة. انتوا عارفين المعادي بقت زحمة وكده، فاحنا خدنا شقة جديدة الحمد لله، ربنا يوسع علينا وعليكم يا رب. فكان العفش مفروش هناك زي ما هو، فأنا فكرت إن أنا أجيب الأنتريه بس من العفش اللي هناك. الشقة اللي هناك مفروشة زي ما هي وما سبناهاش، لأن ممكن إن احنا لما بنحب ننزل وسط البلد بنحب إن احنا نبات هناك، نقعد فترة هناك. فالوقت انا نقلت ولادي الحمد لله في مدارس برضو هنا جنبية تبقى قريبة. فهنا الكنبة دي بتاخد 3 افراد. في الاول كان في ترابيزة اللي هي بتاعت الركنة كانت محطوطة هنا، كانت واخدة مكان كبير، والمكان ما كانش شكله ظريف، يعني المكان كبير والترابيزه ايه اصغر منه. فكان لقيت الاظرف ان احنا نحط كنبه هنا ونستفاد بالمكان، وبتاخد 3 افراد يقعدوا براحتهم. ودي الستاره، عايزه اقول لكم فكره جديده للستاره. الستاره اللي انا كنت اعملها بلتجانه، بس لقيت البلتجانة ما بتحب تغسليها كلها على بعضها، لان البرقع بيبقى لازق فيها. حبيبتي وصاحبتي بقى عملت لي الفكرة ديت، عملت لي الستارة ديت، فصلتها لي على ايديها. وبتركب على ماسورتين، ماسورة بتحطي عليها البرقع والجنبين، وماسورة بتحطي فيها الستارة اللي في النص. فلقيتها افضل، لما بعوز بغسلها بنزل المواسير وبيتغسلوا عادي زي اي ستارة. والستارة التانية برضو كده بيركبوا على ماسورتين زي ما انتوا شايفين. ودي الشاشة كانت محطوطة على جنب، فأنا ما جبت الأنتريو كده من هناك، جبت الشاشة بس شوية كده، عايزة أخد رأيكم بقى وتقولوا لي رأيكم. فجبت الشاشة كده شوية على أساس الكنبة تتحط براحتها. وهنا طبعا البلكونة، في فيديو تاني اعمل لكم برضو البلكونة، لان الفيديو مش هيساعد. هي البلكونة كبيرة وجميلة، مساحتها كبيرة، هوريها لكم فيما بعد ان شاء الله. وده النيش بتاعي بقاله 10 سنين عندي، كنت برضو سايباه هناك، فلقيت المطبخ اتزحم عندي، الحاجة طبعا الحاجة اللي عندي كتير، فانا قلت اجيب النيش. حاجتي محطوطة فيها زي ما انتوا شايفين كلها، واخد ولمم حاجات كتير. طبعا انا نظفته على العيد وكده، وهنعمله مع بعض تاني ان شاء الله قبل العيد الكبير، بس النت كان فاصل فما عرفتش ان انا انضف معاكم الشقه. هديكم خلطات جميله، خلطه للسيراميك، خلطه للسيراميك الشقه، خلطه للرخامه، خلطه للمطبخ نفسه الالمونتان. انا عندي المطبخ الالمونتان، واي حاجه للتنظيف عايزه تسالي فيها اسالي. وفي خلطه للبوتاجاز بتشلك الدهون بسرعه، وللفرن بتاع البوتاجاز. نرجع لموضوعنا. وهنا الكرسيين زي ما انتم شايفين، انا جبت من هناك كرسيين والكنبه، طبعا الكنبه الكبيره سبتها هناك. فدول كرسيين برضو
المنظر لقيته اشيك، وانتوا برضو تقولوا له رايكم. وبنصح كل عروسه ان اللي داخله لسه جديد، السفره يا جماعه ملهاش لازمه. انا عندي برضو في الشقه اللي هناك سفره والله، وبرضو ملهاش لازمه. يعني جربتها مرتين، جبتها هناك ولقيتها ملهاش لازمه. جيت هنا جوزي ما بيعرفش يقعد على الارض، فقال لي نجيب سفره تاني. اما جبناها لقيته هو نفسه ما بيستعملهاش، بقى يقعد ويحط مثلا ترابيزه او صغيره او اي حاجه وياكل عليها وسابها لي. فانا قلت طيب ما هي واخده المكان على الفاضي، طب ما انا استفيد بالمكان. ففكرت ان انا اجيب الانتريه زي ما انتم شايفين كده، وسع المكان. لما العيله كانت بتيجي كنا بنجيب كراسي السفره، كانت بتتحط في الصاله كده. طبعا ما اختي معاها عيال صغيره، فكانوا اللي ما بيعرفوش بيخبطوا في بعض، الكراسي بتشنكلهم. معاه عيل صغير كان بيقع كل شويه بسبب الكراسي. انما كده الحمد لله المكان في النص فاضي زي ما انتم شايفين، يقعدوا براحتهم، واسع. وهنا عندنا اول ما بنخش من مدخل الشقه، ده مدخل الشقه، شوفوا بقى وقولوا رايكم. شوفوا بقى المكان بقى واسع ازاي، الحمد لله وجميل. ربنا يوسع علينا يا رب ويوسع عليكم جميعا. كده الاولاد كمان بيحبوا ان هم يلعبوا كوره على طول، مجننني بيلعبوا كوره في الصاله. فكانوا الاول بيخبطوا في التلفزيون، كانت السفره طبعا بست كراسي واخده مكان كبير. فكده توسعت المساحه ان هم يلعبوا بقى براحتهم بدل ما ينزلوا الشارع. فانا عايزه تقولوا لي رايكم في التعليقات، طبعا انتوا تهموني. فتقولوا لي الكرسيين الانتريه كده شكله احسن وسع، ولا ارجع السفره تاني؟ السفره على فكره انا ما اتصرفتش فيها، السفره انا حطاها في اوضه الاولاد. فانا شايفه كده افضل، وشفنا ان وسع كبير عن الاول. لو السفره اساسا كنا لاغيينها، هي مجرد منظر في الصاله، كانت مركونه لا بناكل عليها ولا ليها اي لازمه خالص. حتى لما بيجيني ضيوف السفره ست كراسي ما كانتش بتاخد العدد، العدد كان بيبقى كبير. برضو بنضطر ان احنا نفرش في الارض ونتلم مع بعضنا كلنا. فلقيت ان هي ملهاش لازمه، جبتها جربتها مرتين عشان اللي لسه هتتجوز. فما بدل ما تجيبها حرام وتخسر زي فلوسها، لا، الاوفر ان انت تجيبي ركنه مثلا وانتريه، او تجيبي اتنين انتريه. لان لما بيبقى عندك عدد كبير ما بتعرفيش تقعديهم فين، مش معقول هتقعدي على الارض، لا، او هتجيبي الكراسي كده تحطيها في نص الصاله. فالسفره ما فيهاش اي افاده، انا شايفاها ملهاش اي لازمه. طبعا بعد كده ان شاء الله هنفرجكم على المطبخ، هنفرجكم على الاوض، هوريكم الشقه حته حته. بس انتوا عارفين عشان مساحه الفيديو، المطبخ هديكم افكار جديده برضو توسعوا بيها المطبخ. لو مطبخك ضيق بتعملي، بقول لكم على فكره توسعوا بيها الدرج من جوه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.